عموما النهارده كانت في تصريحات مهمه جدا للكابتن ساير عبد الحفيظ، لمحمد الشناوي حارس المرمى وكابتن الفريق، لمارسيل كولر، ايضا كمان لكارلوس انشيلوتي، وكمان كارلو انشيلوتي، وكمان تصريحات لفالفيردي. يمكن كابتن ساير عبد الحفيظ شدد على جديه استعدادات الفريق لمواجهه الريال، وقال ان الجميع بالفريق جاهز وفي حماس كبير لهذه المواجهه. قال كابتن سيد انه اتكلم مع اللعيبه قبل بدايه التدريبات وتحدث معهم ان جماهير الاهلي في كل مكان واقفه في ظهرهم وفي خلفهم كعادتهم، ينتظرون منهم المزيد، وان كل اللي قدموه في البطوله زاد من طموحات الجماهير وثقه في ان الاهلي ان شاء الله يقدر يقدم ما لديه، افضل ما لديه للوصول الى المباراه النهائيه. قال كمان كابتن سيد ان الاهلي هيلعب بشخصيه البطل، شخصيه الاهلي اللي دايما بتلازم الفريق في كل مبارياته. الهدوء والتركيز مهم جدا، واللعب بروح الفانيلا الحمراء خلال ال 90 دقيقه. قال كمان الكابتن سيد ان حديث المدير الفني للريال عن الاهلي واحترامه لنادي القرن في افريقيا وعن تاريخ الاهلي ده امر جيد. قال في نفس التوقيت ده بيدعونا للتركيز الشديد، لان بالتاكيد مهم جدا نعبر عن كل التصريحات دي بشكل ايجابي داخل ارضيه الملعب. كولر النهارده قال في المؤتمر الصحفي جاهزون لمواجهه الريال وبنسعى لتطبيق قوتنا الهجوميه امام المنافس. قال كولر في المؤتمر الصحفي ان ريال مدريد بيمتلك قوه كبيره او قوه من القائمه المميزه للاعبين، وقال من الصعب ان يتاثر الريال باي غيابات، الفريق عنده لاعبين مميزين في كل المراكز، يعني غياب كريم بنزيما او ايدن هازارد او تيبو كورتوا اسماء لامعه واسماء بارزه، ولكن في النهايه يبقى الريال برضه عنده لاعبين مميزين، غياب لاعب او اثنين لن يؤثر في شكل فريق الريال كفريق جماعي. قال كمان مارسيل كولر هنحاول ايقاف لاعبي ريال مدريد دفاعيا، وان يكون لنا قوه هجوميه امام المنافس، لان نعرف امكانيات لاعبيه جيدا، نحاول استغلال كل الفرص، نسعى لتفادي الاصابات عن طريق مساله التدوير والروتيشن ما بين اللاعبين. قال كمان كولر ان كل لاعبي الاهلي جاهزون لمواجهه الريال اللي بيمتلك قائمه كبيره من اللاعبين على مستوى عالي، لكن هدفنا التركيز على نقاط القوه والضعف وان نظهر بشخصيتنا، وهذا هو الاهم، لاننا لن ندافع طوال وقت المباراه. يعني على مدار ال 90 دقيقه اكيد صعب جدا تلعب دفاعي طوال ال 90 دقيقه، فلازم تظهر شخصيتك في بعض الاوقات من المباراه. كاس العالم للانديه الكل بيتمنى ان الاهلي يظهر فيها بشكل قوي في الادوار النهائيه، واكيد بتمثل لنا خبرات كبيره اللعب امام الريال. دي كانت تصريحات مارسيل كولر. الشناوي كابتن الفريق وحارس المرمى قال ان هناك اجواء ايجابيه للغايه يعيشها الفريق منذ الوصول للمغرب. الشناوي كمان قال مسانده الجماهير المغربيه لينا في كل مكان ده شيء رائع جدا، وبيدينا قوه ودفعه وحماس في المباريات. وقال كمان احنا مركزين بشكل كبير في مباراة بكرة، التركيز هيتضاعف في ظلك بتلاعب افضل فريق في العالم فريق الريال. كمان قال الشناوي ان الاهلي يلعب بشكل جماعي وبيعمل حساب كبير جدا لفريق ريال مدريد. عايز اقول للشناوي يمكن انت لما لعبت مباراة منتخب مصر امام بلجيكا، يمكن بلجيكا وقتها كان عندها الحارس تيبو كورتوا وايدن هازارد اثنين موجودين في فريق الريال، فقدر منتخب مصر يكسب فريق بلجيكا وهو عنده اثنين من ابرز لاعبي ريال مدريد. كمان منتخب المغرب في كاس العالم لما لعب مع اسبانيا ومع البرتغال ومع فرنسا كان الند بالند، فاعتقد دلوقتي الكره خلاص اختلفت فيها فكره ده الفريق الكبير وده الفريق الاقل وده الفريق القوي وده الفريق الضعيف. 11 لاعب قصاد 11 لاعب في ارضيه ملعب، اللي بيقدر يفرض اسلوبه وشخصيته هو اللي بيكسب، ايا كانت القيمه التسويقيه وايا كانت مكانتك وقدراتك في الدوري او في الدوله اللي انت بتلعب فيها. الشناوي قال كمان في تصريحاته ان اي مباراه مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ تعد من اهم المباريات في مسيره اللاعب، ولكن في الاهلي الوضع مختلف، فالهدف دائما هو الوصول لهذه المكانه العالميه. عايز اركز على اللقطه اللي قدامكم دي يا جماعه، يعني يا ريت يا بيبو بس لو ترجع لنا تجيب لنا اللقطه دي تاني. بصوا شوفوا عدد الكاميرات وعدد وسائل الاعلام اللي بتصور تدريب النادي الاهلي، ركزوا قوي في التفاصيل دي. بصوا عدد الكاميرات وعدد الزملاء الصحفيين والمصورين سواء الفوتوغرافيا او الفيديو. ده ليه يعني والله الواحد جسمه بيقشعر لما يشوف بعض هذه اللقطات
لما يكون النادي الاهلي موجود في كاس عالم وشايفين الكاميرات والمصورين بهذا الكم وبهذا الزخم في تدريب فريق النادي الاهلي. على فكره ده التدريب الرئيسي اللي بيبقى مسموح فيه اول ربع ساعه انك تصور وتاخد لقطات من التدريب. شوفوا بقى حجم الاقبال من وسائل الاعلام عشان تصور الربع ساعه الاولى من تدريب الاهلي. شوف الصوره دي هتنتشر ازاي النهارده في كل وسائل الاعلام العالميه، مش في اسبانيا فقط ولا في المغرب ولا في مصر، في كل وسائل الاعلام في العالم. بكره في المباراه شوفوا عدد المصورين وعدد كاميرات الفيديو اللي هتكون موجوده في ملعب مولاي عبد الله. يعني اعتقد مفيش طريقه تقدر تتكلم فيها عن نفسك ولا تتكلم فيها عن النواحي التسويقيه اكتر من المشاركه في هذا المحفل العالمي. البعض اللي كان بيتكلم على انها بطوله وديه وانها بطوله ضعيفه وانها بطوله شرفيه، ركز وبص على الصوره وشوفوا اللقطات دي ازاي عشان تقدر تعملها، ممكن تدفع قدامها ملايين. لا، الاهلي في البطوله دي ما بيدفعش، لا بياخد ملايين وفي نفس الوقت حضور اعلامي على اعلى مستوى من كل الصحف الاسبانيه والصحف العالميه. قفشه النهارده كان بيتكلم على شخصيه لاعب الاهلي، قال انها بتظهر في المباريات الكبرى، وقال كمان ان فريق الريال ليه تاريخ مميز على مستوى العالم بنحترمه كثيرا، لكن نحن الاهلي نلعب نصف نهائي المونديال للسنه الثالثه على التوالي وهدفنا الوصول للمباراه النهائيه. قال كمان قفشه ان ريال مدريد بيضم نجوم كبار على مستوى العالم، نحترمهم ونقدرهم، لكن في المباراه سنلعب من اجل الفوز، سنكون 11 لاعبا من الاهلي امام 11 لاعبا من المنافس. شخصيه لاعب الاهلي تظهر في المباريات الكبرى. قفشه اختتم تصريحاته بجمله مهمه جدا، قال الجميع في بعثة الأهلي يشعرون أنهم في مصر، لما يجدون من ترحاب ودعم من الأشقاء في المغرب في كل مكان، سواء في فندق الإقامة أو في الشارع أو في الملاعب، على جميع المستويات جماهير ومسؤولين عن الكرة المغربية. طيب تصريحات كمان للسولية يمكن ما أضافش جديد، اتكلم بنفس الإطار، قوة المواجهة، بنلعب على تحقيق ميدالية أفضل من البرونزية وان شاء الله الاهلي هيكون جاهز. لكن عايز اروح بسرعه لتصريحات كارلو انشيلوتي المدير الفني الايطالي لفريق ريال مدريد. قال ايه على الاهلي؟ الاهلي فريق ذو باع كبير، احد اهم الانديه في كره القدم حول العالم، شارك في بطوله كاس العالم للانديه عده مرات ويمتلك لاعبين رائعين، واعلم انه يرغب في الفوز في اللقاء الذي سيجمعنا به غدا. المدرب الايطالي قال كمان ان فريقه بيحترم الاهلي كثيرا لانه رائد في افريقيا ويمتلك تاريخ كبير مع كرة القدم، ويزيد من احترامنا للأهلي ان الفريق اكيد جاي يلعب على الفوز امام ريال مدريد. الأهلي نادي صاحب تاريخ كبير، مشجعين حماسيين يملؤون المدرجات. ده أنشيلوتي وهو بيتكلم عن الأهلي. كمان عن الفترة السابقة على متابعة وقال كده في ريال مدريد ان ملعب المباراه ستكون في صف الاهلي ودعمه لانه فريق عربي، مؤكدا انهم في الاوروغواي يمتلكون نفس الروح التشجيعيه من الجماهير لبث الحماس في اللاعبين. قال ان الاهلي فالفيردي بيتكلم عن الاهلي وبيقول ان فريق الاهلي يعني الكثير لجزء كبير من العالم، يمتلك شعبيه كبيره، لديه امكانيات هائله، لذلك لا نملك سوى احترامنا للأهلي بشكل كامل لأنه منافس قوي. دي تصريحات أنشيلوتي وفالفيردي عن الأهلي. أعتقد قيمة ومكانة الأهلي بتظهر لما العالم كله بيتكلم عن الأهلي. دايما الأهلي الحمد لله صورة مشرفة لمصر في جميع المستويات، سواء المحلية أو القارية أو الدولية. وشايفين طبعا كمان من الأمور المهمة جدا التعاون المثمر ما بين قناتي الاهلي وريال مدريد خلال الساعات الاخيره، استوديو تحليلي نقل تدريبات فريق الاهلي، نفس الامر في قناه الاهلي بننقل تدريبات فريق ريال مدريد، المؤتمرات الصحفيه، كل الخطوه المتعلقه بالاهلي في البطوله هتشوفوها على قناه ريال مدريد، وكل الامور المتعلقه بفريق ريال مدريد هتشوفوها على قناه النادي الاهلي. عندما تتحدث عن فريقين كبيرين بمنظومه اعلاميه كبيره لنادي القرن في افريقيا ونادي القرن في اوروبا، والصوره امبارح اللي كانت حديث الكل عبر السوشيال ميديا، استوديو تحليلي في قناه ريال مدريد وفيها شعار النادي الاهلي، اكيد دي مكانه كبيره جدا للنادي الاهلي. الحمد لله
يمكن في فترات طويله جدا النادي الاهلي كان بيتعرض لضغوطات كثيره، ولكن في نفس الوقت يعني جاءت الظروف لتثبت للجميع ان النادي الاهلي له مكانه خاصه وله مكانه مختلفه، ان الريال بيتحدث عن الاهلي سواء انشيلوتي او فالفيردي، وحتى قناه ريال مدريد بتنقل كل تدريبات فريق النادي الاهلي.